السلام الله عليكم مشاهدي ومتابعي قناة SD TV في كل مكان. مرحبا بكم في حلقة جديدة ودر جديد. في هذه الحلقة إلى كل من يهمه الحصول وحصد وجني الأموال الطائلة من صناعة التطبيقات أو تطبيقات الهواتف، يمكنك البدء بدون تعلم البرمجة. تعرف على الطريقة وطرق صناعة تطبيقات الهواتف أو البرمجة، هذا هو موضوعنا اليوم. ربما لا يخفاكم الانتشار الكبير الذي يشهده قطاع الهواتف الذكية في الآونة الأخيرة، وهو ما ساهم بدوره في انتشار صناعة التطبيقات، حيث يسعى الجميع لامتلاك تطبيق خاص به. فكل صاحب موقع يريد تطبيق لموقعه، وكل تاجر يريد تطبيق لموقعه، وكل من يقدم أي خدمات يريد تطبيق لخدماته. وبذلك نلاحظ أن الجميع يتسابقون لحجز مكان لهم في هذا العالم الجديد. هذا الانتشار الكبير قابله توجه الشركات والمستقلين نحو هذا المجال الذي يراه الأغلبية مستقبل مزدهر، حيث يطمح أغلبية الشباب اليوم في احتلاف صناعة التطبيقات. ربما تكون أنت واحد منهم تطمح بدورك لاقتلاع مكان في هذا المجال، لكن حتما سيتبادر في ذهنك السؤال: من أين أبدأ وكيف أدخل هذا المجال؟ وهذا هو موضوعنا اليوم، حيث سنستعرض معكم أهم الطرق المتبعة في صناعة التطبيقات. هناك عدة طرق لصنع تطبيقات، فمنها طرق تتطلب منك خبرة في مجال البرمجة، وطرق أخرى يمكنك الاعتماد عليها كمبتدئ في هذا المجال، وهي استعمال قوالب جاهزة، والتي سنبدأ بها لاعتبارها من أسهل الطرق للبدء في هذا المجال. فتابعوا معي هذا الشرح. الطريقة الأولى: إنشاء تطبيقات بدون برمجة. تنقسم هذه الطريقة بدورها إلى قسمين. أولا، استخدام المواقع لصنع تطبيقات من خلال قوالب جاهزة. يمكننا إنشاء تطبيقات عبر استعمال قوالب جاهزة، وذلك عبر عدة مواقع توفر لنا هذه الخدمة. وما يميز هذه الطريقة هو سهولة الاستخدام، فهي لا تتطلب منك معرفة بالأكواد البرمجية، وذلك لاعتمادها على قوالب جاهزة تتيح لك إمكانية التعديل عليها. وتوفر لك هذه المواقع عدة قوالب في مختلف المجالات كالموسيقى والأعمال والسياحة والتعليم وغيرها. أيضا يمكنك من خلالها إنشاء وصناعة تطبيقات للمواقع والمدونات اعتمادا على تغذية المشاركات RSS، وتستطيع التعديل على التطبيق الخاص بك وإضافة الأزرار والتبويبات المختلفة وغيرها حسب نوعية التطبيق. كما يمكنك الربح من التطبيق الخاص بك عبر خدمة AdMob وربطها بتطبيقك ورفعه على متجر جوجل بلاي. ومن أهم هذه المواقع نذكر لكم AppCly، AppYet، BuzzTouch. طبعا تدعم أغلب هذه المواقع نظام الأندرويد والآيوس، لكن ما يعيبها أنها محدودة الإمكانيات، لأنك مجبر على اختيار أحد القوالب التي يوفرها لك الموقع. ثانيا، استخدام خاصية السحب والإفلات. تعتبر هذه الطريقة من الطرق السهلة التي بإمكان أي مبتدئ أن ينطلق منها في مشواره في عالم صناعة التطبيقات، ذلك أنها لا تعتمد على البرمجة بل تعتمد على خاصية السحب والإفلات، أي أنه كل ما عليك لإنشاء التطبيق الذي ترغب فيه هو سحب وإفلات لمكونات التطبيق من أزرار وأدوات مختلفة للتطبيق. بطريقة أوضح، يوجد لديك مساحة عمل وأدوات مختلفة مبرمجة مسبقا لاستعمالها، ودورك أن تقوم بتركيب هذه الأدوات للحصول على التطبيق المطلوب. يجب عليك تخطيط الفكرة المطلوبة للتطبيق في البداية، ثم البدء بتصميم التطبيق بكل سهولة وتركيب أجزائه وخصائص كل جزء. فهذه طبعا طريقة عمل سهلة توفرها لك منصة مشهورة لإنشاء التطبيقات، وهي منصة App Inventor. كما يوفر الموقع إمكانية تحميل البرنامج الخاص به على جهازك والعمل عليه دون الحاجة إلى أن الإنترنت. الطريقة الثانية: إنشاء تطبيقات باستعمال البرمجة. يمكن تقسيم هذه الطريقة بدورها إلى قسمين. أولا، استخدام الريسكين. تعتبر هذه الطريقة منتشرة بكثرة لدى عدد كبير من الشباب الذين لديهم معرفة بسيطة بالبرمجة، فهذه الطريقة تعتمد على البرمجة ولكن بالتعديل على أكواد برمجية جاهزة، حيث يقوم المبرمج من شراء أكواد تطبيقات مفتوحة المصدر، أو يمكنه البحث على بعض الأكواد المجانية ثم يقوم بالتعديل عليها ليحصل على التطبيق الخاص به. وما يميز هذه الطريقة أنه بالاعتماد على كود برمجي واحد يمكنك إنشاء عدة تطبيقات. ثانيا،
استخدام الأكواد البرمجية. هذه الطريقة يعتمد عليها المبرمجين المحترفين لإنشاء تطبيقاتهم من الصفر، وذلك عبر عدة برامج منها إكليبس أندرويد ستوديو، تعتمد لغة الجافا، تعتمد لغة السي شارب كشامارين، تعتمد السي بلاس بلاس، أندرويد أند دي كي، ويعتبر أشهرها التي تعتمد على لغة الجافا. وما يميز هذه الطريقة أنها تمكنك من إنشاء تطبيقات احترافية، ولكن في المقابل يجب أن تمتلك معرفة جيدة بأحد لغات البرمجة المستعملة. كانت هذه أهم طرق صناعة التطبيقات، وكما تلاحظون فإنها سهلة وفي متناول جميع المبتدئين ومنها الأكثر صعوبة، وتتطلب محترفين في البرمجة. لذلك يمكنك الاختيار من بين هذه الطرق لتبدأ مشوارك في صناعة التطبيقات وجني المال الحقيقي من الانترنت. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذه الحلقة. المرجو الاشتراك للتوصل بباقي حلقتنا القادمة إن شاء الله. دمتم في رعاية الله، وإلى اللقاء.